تعالوا ما نبتدي بابسط اكزامبل الاول وفي التشانلز. هنتكلم الاول على النويزلس باينري تشانل. باينري تشانل معناها ان الانبوتس بتاعتي يا 0 يا 1، تو سيمبلز بس. نويزلس معناها ان ما فيش نويز، اي 0 هبعته هيوصل 0، اي 1 هبعته هيوصل 1. برضو ده هحققه ازاي؟ يا اما انا بتكلم على تشانل فيزيكالي ما فيهاش نويز which is not practical، مش موجود، او ان تشانل انا عامل حساب ان with the maximum value of the noise انا هعرف اعمل correct decision. يعني لو انا ببعت ال1 بتاعي في صوره positive pulse وال0 ببعته في صوره negative pulse، انا عامل حسابي ان الماكسيمم نويز اللي هتاثر على ال1 او هتاثر على ال0 هتخلي الديسيجن بتاعي برضو دايما صح. تمام؟ فده الموديل بتاعي. طيب النويزلس باينري تشانل ديت ايه اللي ايه الريليشن ما بين اكس وواي، او الترانزيشن ماتريكس الترانزيشن بروبابيلتي ايه؟ سيمبلي ان واي بيساوي اكس، صح؟ فيش اي، فيبقى البروبابيلتي اوف واي جيفن اكس حاجه من الاثنين، يا اما بتساوي البروبابيلتي اوف واي اللي هي بتساوي البروبابيلتي اوف اكس لو الواي بيساوي اكس، او زيرو اذروايز. يعني مثلا لو انا حبيت اكتبهم برضو واحده واحده كده، ايه البروبابيلتي ان واي تساوي 0 جيفن ان اكس تساوي 0؟ بتساوي البروبابيلتي ان، لا مش 1، تساوي البروبابيلتي ان اكس تساوي 0. ايه البروبابيلتي ان واي تساوي 1 جيفن ان اكس تساوي 0؟ هي 0. دي نويزلس تشانل. فلو انا باعت اكس عمر ما هيجي لي 1، زيها العكسية، ايه البروبابيلتي اوف واي جيفن 0 جيفن ان اكس بتساوي 1؟ دي بتساوي 0. وايه البروبابيلتي اوف واي ايكوال 1 جيفن ان اكس ايكوال 1؟ دي بتساوي البروبابيلتي ان اكس تساوي 1. فيبقى لو انا سميت البروبابيلتي اوف اكس ايكوال 0 باي حاجة بي او كيو او حاجة، يبقى الترانزيشن بروبابيلتي دي هي اللي ب 1، والترانزيشن بروبابيلتي دي هي اللي ب 1. ماشي؟ لكن لو انا حبيت سوري، هما احنا نقدر نقولهم كده ان دول بيساوي 1 فعلا، ان لو انا بعت اكس بتساوي 0 هتبقى الواي بتساوي 0، بس اقدر اقول بقى ايه البروبابيلتي ان واي تساوي 0؟ هي دي اللي البروبابيلتي ان اكس تساوي 0. وايه البروبابيلتي ان واي تساوي 1؟ هي البروبابيلتي ان اكس تساوي 1. برضو ديت ما هي البروبابيلتي ان واي ايكوال 1؟ اقدر اجيبها كده اهو، هي البروبابيلتي ان واي ايكوال 1 جيفن ان اكس ايكوال 1 تايمز البروبابيلتي ان اكس ايكوال 1 زائد البروبابيلتي ان واي ايكوال 1 لو كان الاكس بتساوي 0 تايمز البروبابيلتي ان اكس تساوي 0. بس الترانزيشن ماتريكس دوت الترم ده فيها، او الترانزيشن بروبابيلتي زي نوت الترم ده فيها بزيرو، فكل ده الترم ده كله يروح، وده ب 1، فيتبقى لي يبقى البروبابيلتي ان واي ايكوال 1 هي البروبابيلتي ان اكس ايكوال 1. طيب انا عايز احسب الميوتوال عايز احسب التشانل كاباستي، فعشان احسبها عايز احسب الميوتوال انفورميشن الاول. طيب الميوتوال انفورميشن عشان احسبها هي h of x minus h of x given y، او h of y minus h of y given x. طيب انهي conditional entropy سهل احسبها نوت؟ h y given x. ما هي h y given x اولا بالاكسبريشن بتاعها اقدر اقول انها دي هي summation او double summation، وفي النيجاتيف هنا ل b of x و y في log b of y given x. واعوض بقى هيبقى عندي 4 terms فيهم دولت، واقدر احسب مجموعهم هيطلع بزيرو. ايه اللي كمان يعني ايه اللي يخليني اقدر اقول كمان ان هو بزيرو من غير حتى ما اعمل حسابات؟ ما هو الكونديشنال انتروبي دوت كان معناه ايه؟ الانفورميشن اللي باقيه في y لما اعرف x، صح؟ فانا او الانسرتينتي اللي موجوده في واي بعد ما اعرف اكس. طب ما انا ما فيش اي انسرتينتي، بما ان واي هي اكس يبقى وانس انا عرفت جيفن اكس خلاص انا عارف واي، واز دبل تشيك ممكن اعمل الحسبه ديت وهيطلع لي الميوتوال انفورميشن سوري الكونديشنال انتروبي دوت بزيرو. طيب يبقى الميوتوال انفورميشن هي اتش اوف واي مفروض ماينس هناوت اتش اوف واي جيفن اكس. طيب بس احنا دوت اللي احنا حسبناه ان هو بزيرو،
يبقى الميوتوال انفورميشن هي اتش اوف واي. طيب اتش اوف واي هي اتش اوف اكس. طيب اتش اوف اكس نفسها ده الانتروبي بتاع باينري سيمبل. فلو البروبابيلتي بتاعت التو سيمبلز البروبابيلتي اوف سيندنج 0 وليكن بتساوي كيو ويبقى باي ديفولت يبقى البروبابيلتي اوف سيندنج 1 1 ماينس كيو تبقى الانتروبي هنا اهوت هي عباره عن نيجاتيف كيو لوج كيو ماينس 1 ماينس كيو لوج 1 ماينس كيو ديت الانتروبي بتاع باينري سورس اللي احنا متعودين عليه. طيب ده كده الميوتوال انفورميشن. انا بقى بدور على الكاباسيتي اللي هي الماكسيمم ميوتوال انفورميشن. هنا يبتدي بقى يبان المعنى. انا هنا هماكسمايز على ايه؟ على الديستريبيوشن اوف اكس. طب ايه البارامترز اللي في الديستريبيوشن بتاع اكس؟ هو الكيو صح؟ يبقى انا وكاني عايز ادور على الكيو اللي تديني ماكسيمم انفورميشن ماكسيمم ميوتوال انفورميشن. ف ان جنرال دي احلها ازاي؟ ادفرنشيت الاي with respect للبارامتر بتاعي اللي هو في الحاله دي الكيو واساويه بالزيرو واشوف طب الكيو بتساوي كام. يبقى انا طلعت الكيو اللي تماكسمايز الميوتوال انفورميشن اعوض بيها يبقى هي ديت اعوض بيها في الاكسبريشن بتاع الميوتوال انفورميشن يبقى هي دي الكاباسيتي. بس هنا انا مش محتاج هنا الموضوع بسيط عشان انا عارف البروبلم دي كويس. انا لو انا رسمت الاتش او الاي دي اللي هي النيجاتيف كيو لوج كيو ماينس 1 ماينس كيو لوج 1 ماينس كيو فيرسس الكيو الاقيها لما الكيو بزيرو الترم ده بزيرو والترم ده كمان بزيرو. واحد منهم بزيرو عشان الكيو والتاني بزيرو عشان اللي جو لوج 1 فبزيرو وعند ال1 نفس الكلام. فيبقى انا عندي النقطه دي هنا والنقطه دي هنا وبعدين الكيرف بيعمل كده. فاحنا عارفين انه الماكسيمم اوريدي عند كيو بيساوي هاف اللي هو كان ممكن اوصل له لو انا مشيت بالطريقه اللاجرانجيان الستريت فورورد ديت. وساعتها الانفورميشن الميوتوال انفورميشن هنا هتساوي كام؟ هاف لوج هاف ماينس سوري نيجاتيف هاف لوج هاف ماينس هاف لوج هاف يديني 1. يبقى هنا الماكسيمم ميوتوال انفورميشن اللي هي الكباستي بتساوي 1 او اقدر بقول بقى يبقى الكباستي هي عباره عن 1 بت بير ترانسميشن ويتحقق فور سورس ديستريبيوشن بي اكس بتساوي هاف البروبابيلتي اوف 0 بتساوي هاف والبروبابيلتي اوف 1 بتساوي هاف. تعالوا ما نشوف بقى انذر تايب اوف تشانلز. هنشوف نويزي تشانل. طيب هناخد الاول برضو سيمبل تايب اوف نويزي تشانل بنسميه نويزي تشانل ويز نون اوفرلابنج اوتبوتس. هنا اهوت ده مثال اللي انا كنت بقوله لكم. انا التشانل بتاعي هنا اهوت بوسيبلي ليها تو انبوتس 0 1 وبوسيبلي ليها 4 اوتبوتس. فعدد الانبوتس مش دايما يساوي عدد الاوتبوتس. وليكن يعني مثلا ممكن تكون التشانل يعني ان اكزامبل للتشانل بتعمل كده ان التشانل بتاعتي بتضيف يا نص فولت يا 2 فولت ماشي وانا ببعت يا 0 فولت يا 5 فولت. يعني لو انا الزيرو بتاعي ببعته بلس وليكن ب 0 فولت ال1 ببعته بلس 5 فولت. وانا التشانل بتاعتي مواصفاتها انها بتاد نويز والنويز دي راندوم بس مش بتاخد كل الفاليوز. نويز ديت يا اما نص فولت يا اما 2 فولت. فيبقى لو انا باعت 0 هيوصل يا نص يا 2. لو انا باعت 5 هتوصل يا 5 ونص يا 7. يبقى انا عندي 7 سيمبلز سوري 4 سيمبلز بوسيبلي ريسيفد ولا لا؟ تمام. بالنسبه للنويزي تشانل دي هي نويزي. بس تعالوا اما نشوف لو انا حبيت ابص على البروبابيلتيز اوف الاوتبوت والميوتوال انفورميشن. طيب انا لو انا عندي اي اوبزرفد الاوتبوت 1 هل اف اي سي 1 هل عندي اي شك عن او لسه عندي انسرتينيتي عن الانفورميشن اوف اكس؟ ما هو انا if I receive 1 ما هي ال 1 دي ما تجيش الا لو 0 كان مبعوت. هو لو انا بعت 0 في احتمالات ان يجي لي يا 1 يا 2 لكن if I observe 1 عند ال receiving side خلاص يبقى اكيد اللي مبعوت كان 0. if I receive 2 يبقى اللي مبعوت كان 0. if I receive 3 يبقى اللي مبعوت كان 1. if I receive 4 اللي مبعوت كان 1. يبقى حتى البروبابيلتيز دي
ايه البروبابيلتي ان انا ابعت 0 ويجي لي 1 او ان انا ابعت 0 ويجي لي 2، مش هتاثر على الانفورميشن عندي، صح؟ يبقى هنا اقدر اقول وكان ال h of x given y بتساوي ايه؟ تساوي 0. If I observe y ما بقاش لسه في اي uncertainty موجوده في x، صح؟ فهنا ده بزيرو زي المثال اللي فات، فبقت التشانل دي اكنها reducible للنويزلس تشانل، باينري تشانل ونويزلس، لان انا هيبقى الديسيجن بتاعي ايه؟ If you receive 1 او 2 يبقى ده اللي ترانسميتد كان زيرو، مش وارد ان يحصل فيه ايرور. If you receive 3 or 4 يبقى اللي ترانسميتد كان 1. يعني انا ممكن اموديل نفس التشانل ديت بان انا اقول انا عندي الزيرو يوصل ببروبابيلتي 1 يا 1 يا 2، وال1 يوصل ببروبابيلتي 1 يا 3 يا 4. وطبعا بروبابيلتيز 1 دولت اللي هم مجموع الهاف والهاف او مجموع التلت والتلتين، صح؟ يبقى طبيعي من غير حتى ما اعمل الحسابات اتوقع ان الكاباسيتي بتاعتي زي المثال اللي فات، ان سي بتساوي 1 بت بير ترانسميشن. برضو طبعا انا لو انا كنت وصلت ان اتش اوف اكس جيفن واي ايكوال 0 يبقى الميوتوال انفورميشن ايكوال اتش اوف اكس ماينس الزيرو ده اللي هي نيجاتيف كيو لوج كيو ماينس لما اوبتمايز يطلع عند الايكوال ديستريبيوشن والماكسيمم فاليو ايكوالز 1. يبقى احنا عرفنا ليه فور النويزي شانل ويز نون اوفرلابنج اوتبوتس ديت الكاباسيتي بتاعتي زيها زي النويزلس شانل وبتتحقق بنفس الديستريبيوشن. طيب لو اف وي ونت تو ليرن ا ليسون بقى من التو اكزامبلز دول، لو انا عندي ترنري نويزلس شانل، ترنري تشانل ايه الفرق ما بينها وما بين الباينري؟ عندي ثلاثه انبوتس وثلاثه ثلاثه اوت بس نويزلس، هبعت يا 0 يا 1 يا 2، ال 0 يوصل 0 ال 1 يوصل 1 ال 2 يوصل 2. طيب ساعتها الكباستي بتاعتي تبقى ايه وفور ويتش ديستريبيوشن؟ نتوقع بقى ان الكباستي بتاعتي او خلينا نقول الاوبتيمم ديستريبيوشن بتاعها هيبقى فور بي اوف اكس تساوي، لو انا بتكلم على ترنري تشانل بقى، بتساوي تلت وتلت وتلت. يبقى انا عندي الثري سيمبلز يكونوا ايكوي بروبابل، ماشي. وساعتها احسب بقى الكباسيتي، هنا مش هتطلع 1 بت بير ترانسميشن، نتوقع طبعا انها المفروض ما يطلعش 1 بت بير ترانسميشن. هي ال 1 بت بير ترانسميشن ديت كانت مناسبه في حاله الباينري ان انا هبعت يا 0 يا 1. طب لما يبقى عندي 0 1 و 2 ماشي، ممكن غالبا هيطلع الكباسيتي حاجه ما بين ال 1 وال 2. تعالوا اما نشوف another type of channel. التايب دوت بنسميه النويزي تايب رايتر شانل. ليه نويزي تايب رايتر؟ لان انا باسيوم ان انا عندي السيمبلز بتوعي هم الكاركترز ال 26 كاركترز من A ل Z والاوتبوت بتاعي برضو من A ل Z. طيب فده الانبوتس والاوتبوتس. طب الترانزيشن بروبابيلتيز هنا بيقول لي ان فور such channel الريسيفد سيمبل هو هو الترانسميتد سيمبل او النكست with equal probability. يعني لو انا if I transmit A هيجي لي يا A يا B، if I transmit B هيجي لي يا B يا C، if I transmit C هيجي لي يا C يا D، if I transmit Z هيجي لي يا Z يا A خلاص تاني، ماشي. وكأن دوت يعني اكن الموديل بتاع ان انا بطيب على تايب رايتر وعندي الادجيسنت ليترز انا عايز او الادجيسنت بوتونز، يعني انا عايز ابريس واحد فممكن يا اما اعمل صح وابريست يا اما اتلخبط وابريس اللي جنبه، فمن هنا جايه التسميه يعني. طيب هنا الاند ريزلت هتطلع ان الكاباسيتي بتساوي لوك تو ذا بيس 2 اوف 13. طيب بس احنا عايزين نفهمها ليه؟ طبعا انا ممكن احلها بنفس الطريقه، انا دلوقتي اقدر اجيب البروبابيلتي، يعني الابروتش السيستماتيك ان انا اجيب البروبابيلتي اوف واي جيفن اكس او اكس جيفن واي. هو الاوقع طبعا ان انا اجيب البروبابيلتي اوف اكس جيفن واي، يعني لو انا تاني هرجع للديفينيشن بتاع الميوتوال انفورميشن هو اتش اوف اكس ده اللي انا باوبتمايز فيه، ده اللي انا بدور عليه، ده الانون بتاعي ماينس اتش اوف اكس جيفن واي.
طيب ده اللي هيبقى اقدر احسبه بالكونديشنال بروبابيلتي برضو از ا فانكشن اوف الديستريبيوشن اوف اكس. طب هنا لو انا هحل المثال دوت بالطريقه السيستماتيك هيبقى عندي اكسبريشن للميوتوال انفورميشن في كام انون، وبالتالي هضطر اعمل اسولف كام ديفرنشال ايكويشن اساويهم بالزيرو عشان اطلع الانونز ديت، هيبقى عندي 26 انون صح؟ ما هو 26 هم اكشولي 25 بس، هم ال 25 او الانونز بتوعي هم البروبابيلتي اوف اي والبروبابيلتي اوف بي والبروبابيلتي اوف سي لغايه البروبابيلتي اوف زي، بس انا لو انا عارف 25 منهم عندي ايكويشن ثانيه انه الاخير واحد ماينس دولت صح؟ بس ستيل ان انا اعمل بقى 25 ديريفاتيف واساوي كل واحد بالزيرو واطلع البروبابيلتي موضوع متعب، لكن ممكن ادور على ايكويفالنت موديل. تعالوا اما نشوف الايكويفالنت موديل ممكن يطلع ازاي واقدر اوصل للنتيجه دي فعلا ولا لا. لو انا بصيت على الموديل ده، لو انا هيوريستيكلي او باي انتويشن قلت مش انا بدور على الاوبتيمم بروبابيلتي ديستريبيوشن، فانا براحتي احط البروبابيلتي زي ما انا عايز. فانا دلوقتي بجرب ديستريبيوشن، الديستريبيوشن دوت ان بروبابيلتي اوف اي بكذا بس بروبابيلتي اوف بي بزيرو، البروبابيلتي اوف سي برقم بس البروبابيلتي اوف دي بزيرو، يعني وكاني باساين لكل الايفن كاركترز بروبابيلتي اوف زيرو. وانا تاني انا بدور على الاوبتيمم بروبابيلتي ماشي، فانا باي انتويشن او هيوريستيكلي كدهوت عايز اجرب البروبابيلتي ديستريبيوشن دوت. طب لو انا جربت البروبابيلتي ديستريبيوشن دوت الاي، لو انا بعت ايه ما زالت، هو انا لما قررت ان انا ما بعتش سيمبل بي او اخلي البروبابيلتي اوف سيندنج بي بزيرو، مش معنى كده ان التشانل ان الريسيفر مش هيريسيف بي، هي اللي تشانل بيخش لها حاجه من ال 26 كاركتر يخرج حاجه من ال 26، فما زال لما ابعت ايه هيجي يا ايه يا بي، ولو ابعت سي هيجي يا سي يا دي، ولو بعت اخر حاجه واي هيجي لي يا واي يا زي. طيب ما هو ده دلوقتي بقى اكن عندي ايه؟ ده النويزي نون اوفرلابنج تشانل بس مش باينري ويز 13 سم. طب بنفس بقى الابروتش او نفس المنطق اللي احنا قلناه، يبقى انا عندي الاوبتيمم ديستريبيوشن هو واحد، البروبابيلتي بقى بتاعت A تساوي البروبابيلتي اوف C يبقى كلهم بيساوي 1 على 13. طيب مين اللي قال لي ان ده الاوبتيمم؟ يعني انا كده جبت اكزامبل لديستريبيوشن وعرفت اجيب له الميوتوال انفورميشن، بس مين قال ان ده الاوبتيمم؟ لان دوت شبه النويزليس شانل، يعني احنا ده كده اهوت انا عملت له موديلنج ان هو النويزي شانل وذ نون اوفرلابنج سيمبلز، اللي طالع لنا اوريدي ايكويفالنت للنويزليس، فيبقى خلاص ما هو النويزليس دوت ده احسن حاجه ممكن احققها، فيبقى ده كده احسن حاجه. فيبقى لو انا قلت انا عايز ماكسمايز اتش اوف واي ماينس اتش اوف واي جيفن اكس، وانا عملت حسبت بقى ال h of y given x للايكويفالنت موديل دوت، الاقيه انه بيساوي 1، ده الانتروبي اللي موجود، فيبقى الماكسمايزيشن بتاع دوت اكن عايز ماكسمايز h of y. طيب عشان ماكسمايز h of يعني ايه مش عايز ماكسمايز؟ بدور على اللي ماكسمايز h of y. طيب هنا ال h of y ال 26 سمبل، طب لو انا ببعت ده ببروبابيلتي 1 على 13 وهنا يا هيوصل لي A يا B، يبقى البروبابيلتي اوف A نفسها هي البروبابيلتي اوف الترانزيشن دي اللي هي بهاف تايمز البروبابيلتي ان انا ابعت A اساسا اللي هي 1 على 13، يبقى كل H اوف Y من ال 26 سيمبل ب 1 على 26، يبقى انا عندي الماكسيمم اوف H اوف Y يتحقق امتى؟ لما يبقى البروبابيلتي اوف كل الوايز ب 1 على 26، اللي هي تاني تتحقق لما البروبابيلتيز اوف كل الاكسز بواحد على 13 والايفنز بزيرو، فيبقى انا عندي لوج تو ذا بيس 2 1 26 ماينس 1، ارجع بقى ال 1 دوت احوله للوج تو ذا بيس 2 ل 2 واعمل الديفيجن يديني لوج تو ذا بيس 2 اوف 13، ويبقى هنا يبقى البي اوف اكس بتاعتي بكام؟ ما نتسرعش ونقول انها 1 على 13، هي 1 على 13 للاود كاركترز وزيرو للايفن كاركترز. طب كان ينفع نعمل العكس؟ كان ممكن ان يبقى الاود كاركترز هم البروبابيلتي بتاعتهم بزيرو
والايفن هم اللي البروبابيلتي بتاعتهم بواحد على 13. يعني ساعتها كنت لما ابعت البي هيجي لي يا بي يا سي، وبعد كده مفيش سي مبعوت، هبعت الدي هيجي لي يا دي يا اي، واخر واحد الزي هيجي لي يا زي يا اي. المثال اللي بعد كده اهوت الباينري سيمتريك شانل. طيب الباينري سيمتريك شانل ديت اسمبل از النويزلس شانل، سوري كومبينيشن من النويزلس شانل والنويزي ويز نون اوفرلابنج، بس هنا انا عندي نويزي شانل ويز اوفرلابنج اوتبوتس. يعني التو اوتبوتس اللي هم 0 و 1 يجوا ممكن لو انا باعت سيمبل 0 او يجوا ممكن لو انا باعت سيمبل 1. فهنا لازم بقى افولو الابروتش سيستماتيكلي خطوه خطوه. فانا لو انا ابتديت بان الميوتوال انفورميشن هي اتش اوف واي ماينس اتش اوف واي جيفن اكس، طيب اتش اوف واي جيفن اكس نفسها اقدر اقول يا اما هكتبها بالجنرال اكسبريشن اللي فيه دبل سميشن ويبقى بي اوف اكس واي لوج بي اوف واي جيفن اكس، او اقدر اقول هاخد 1 سميشن منهم. كنا احنا قلنا الاكسرسايز دوت واحنا بنتكلم على الكونديشنال انتروبي، اقدر اقول ان هو سميشن لبي اوف اكس في الكونديشنال انتروبي اوف واي جيفن اكس فور ذا سبيسيفيك فاليو اوف اكس اللي انا مدخلها جوه السميشن دوت. لو فاكرين ده اللي احنا كنا قلنا دايما اتش اوف واي جيفن اكس اصغر من اتش اوف واي، عشان كده لازم دايما الميوتشوال انفورميشن تطلع بوزيتيف، بس مش شرط اتش اوف واي جيفن اي اكس تطلع اكبر من سوري اصغر من اتش اوف واي. احنا بنقول ان اتش اوف واي جيفن اكس اصغر من اتش اوف واي اون افريج، لكن ممكن يبقى فور سام سيمبلز البروبابيلتي او الانتروبي اكتر او الانتروبي اقل. طيب اتش اوف واي جيفن اكس، ما هو اتش اوف واي جيفن اكس جيفن ا سبيسيفيك اكس، ما ده الاكسبريشن اللي احنا برضو حليناه قبل كده اهوت، ويطلع ب بي لوج بي بلس 1 ماينس بي لوج 1 ماينس بي وفي النيجاتيف بره. فده الاتش اوف واي جيفن سبيسيفيك اكس، سواء بقى ما انا جيفن سبيسيفيك اكس يبقى انا عارف انا بتكلم على الاكس اللي بالزيرو اللي البروبابيلتي بتاعتها زيرو، او الاكس اللي هي 1 اللي البروبابيلتي بتاعتها 1. فلما اجي احسب البروبابيلتي اوف ذيس زيرو انا عارف ان انا يا اما باعت ده يا اما باعت ده. لما اجي احسب البروبابيلتي ان واي بتساوي 1 انا عارف ان انا يا اما باعت ده يا اما باعت دوت. فدي نون بروبابيلتي، ويبقى بس انا الانون الوحيد اللي في الانتروبي نوت الترانزيشن بروبابيلتيز ديت البي وال1 ماينس بي. فبنقول انه اتش اوف واي جيفن اكس ديت اتش اوف بي، تاني البي ديت مش البروبابيلتي اوف سيندنج، سوري هنا دي مش بي، ديت البروبابيلتي اوف سيندنج 0 او 1 دولت ممكن اسميهم حاجه مختلفه كيو مثلا و1 ماينس كيو. البي دي الترانزيشن بروبابيلتيز ان انا اكون بعد 0 ويجي لي 0 او يجي لي 1. وبالتالي بما ان اتش اوف بي دوت تاني اتش اوف بي مجرد انا كاتب الاكسبريشن دوت ان ترمز اوف a common entropy بيطلع لي قبل كده، يعني ممكن بس احطه زي ما هو دوت function of b. طيب ما دوت constant يطلع بره السميشن، يتبقى لي summation of b of x بجمع على ال x يبقى ب 1. يبقى انا دلوقتي بقت ال mutual information هي h of y minus h of b، و h of b ده constant dependent على ال channel، يبقى انا اللي انا عايز اعمل له maximization ايه؟ ال h of y. طيب ال h of y ال entropy of y عشان اجيبها محتاج ابقى عارف b of y equal 0 و b of y equal 1 اللي احنا كتبناهم من شوية. b of y equal 0 يبقى 2 terms ان انا ابعت 0 ويحصل فيه no error، او ابعت 1 وما يحصلش فيه error ويحصل فيه error، والعكس ان b of y equal 1 عبارة عن 2 terms. طيب كل term من ال 2 terms دولت function في ايه؟ function في ال transition probability اللي هي ال conditional probability مضروبة في ال probability of sending ال x نفسها، فيبقى ده هيبقى فانكشن في بي وكيو صح؟ فيبقى الاكسبريشن ده كله فانكشن في بي اللي هي ريليتد للشانل، وفانكشن في كيو اللي هي ريليتد للديستريبيوشن. طب عايز بقى ماكسمايز ات، اولا انا اقدر اقول ان ده هيطلع اكيد less than or equal 1 minus h of b. ليه اكيد هيطلع؟ ما هو انا عايز اقول ان الماكسيمم اوف h of y، اكني بقول ان الماكسيمم اوف h of y ب 1،
طب دي اقدر اوصل لها ازاي؟ ما هو مش ده الواي بتاعتي هي عباره عن باينري سيمبل، يعني اساسا البروبابيلتي اوف واي ايكوال 0 انا حسبتها بالطريقه الديتيلد، ودي اوف واي ايكوال 1 حسبتها بالطريقه الديتيلد، او كان ممكن احسبها ايه؟ انها اوريدي 1 ماينس بي اوف واي ايكوال 0 صح؟ فماشي، فانا عارف اوريدي ان الماكسيمم انتروبي اوف اني باينري سيمبل هي 1 صح؟ امتى يبقى 1؟ لو ايكوي بروباب. طيب امتى الواي ايكوال 0 والواي ايكوال 1 يبقوا ايكوي بروباب؟ اطلع الكيو اللي بتعمل لي ده، وغالبا هتطلع الكيو اللي تخلي لي انه ايكوي بروباب، ان الكيو نفسها تكون بهقف صح؟ بس انا هنا وصلت ان الميوتوال انفورميشن ليس ذان اور ايكوال 1 ماينس اتش اوف بي. طب ما الاتش اوف بي ده الاكسبريشن اللي احنا كاتبينه هنا اهو. طيب يبقى لو انا رسمت الكاباسيتي، سوري لو رسمت الميوتوال انفورميشن as a function of ال Q، او يعني لو انا حبيت بقى اكتب الكاباسيتي نفسها، ما هو الكاباسيتي هي الماكسيمم اللي هي تتحقق مع الايكواليتي اللي موجوده في الانيكواليتي ديت. لو حبيت ارسم بقى الكاباسيتي ديت فيرسس البي، ماشي، احنا كنا لسه من شويه راسمين البي الاتش اوف بي فيرسس البي بين 0 ل 1 والماكسيمم هنا عند 1. طب 1 ماينس الكلام دوت يديني الكيرف دوت. طيب يبقى هنا خلي بالنا انا مش بجيب الماكسيمم كاباسيتي، انا بجيب الكاباسيتي as a function of the error probability of the channel. تعالوا اما نشوف ال what can we interpret من ال channel من ال results دي. لو بي بزيرو، ما هي لو بي بزيرو يبقى انا ما عنديش الترانزيشن دي وما عنديش الترانزيشن دي، يبقى ال channel بتاعتي النويزلس channel الكاباسيتي بكام؟ ب 1. طب ما هي دي اللي احنا عملناه. طب تعالوا اما ناخد الاكستريم الثاني، لو البي ب 1، لو البي ب 1 قايل لي نوت الكاباسيتي ب 1، تعالوا اما نشوف البي ب 1 يبقى ده اللي مش موجود وده اللي مش موجود، هي اكنها ايه؟ اكنها نويزي شانل ويز نون اوفرلابنج اوتبوت، اللي هو ايكويفالنت لنويزلس شانل. ما هي معناها انه كل زيرو هبعته هيوصل 1 وكل 1 هبعته هيوصل 0. طب ده كده ايرور فري ولا في ايرورز؟ لا اقدر اعتبره ايرور فري، لان انا كل اللي هعمله كديسيجن عند الريسيفر كل 1 اقلبه 0 وكل 0 اقلبه 1، فمنطقي ان تطلع زيها زي النويزلس شانل. طب اسوأ تشانل بقى اللي البي بتاعتها بكام؟ هنا بيقول لي لو البي بهاف الكباسيتي بزيرو، لان لو البي بهاف معناها ايه؟ كل ما هتبعت زيرو دي اللي هي تبان شبه النويز تشانل ويز نون اوفرلابنج اوت، بس هم اكشولي اوفرلابنج يعني صح؟ فانا باعت زيرو ف 50% هيوصل زيرو و 50% هيوصل 1، يبقى انا اساسا ايه اقصى داتا ريت اقدر ابعت بيه من غير such that the errors تبقى acceptable؟ مفيش، لانه اي حاجه هتوصل لي هبقى equally hesitant هي كانت 0 ولا 1. فكان منطقي ان يطلع لي ان الكباسيتي بتاعتها ب 0، وكانه هنا بيقول لي انه اي داتا ريت هتبعت بيه ده انت حتى لو بتبعت يعني الحل الوحيد ان ما يحصلكش errors ان انت ما تبعتش، الكباسيتي بتاعتك تبقى ب 0. اي ريت هتبعت بيه اعلى من دوت هيبقى في ايرورز وايرورز كتير. وعشان كده دايما لما اجي بقى اعمل مثلا سيميوليشن لكوميونيكيشن سيستمز ولا حاجه واحسب ايرور بروبابيلتي، اسوء حاجه ممكن تطلع لي ان الايرور بروبابيلتي بهاف. يعني ما اجيش اعمل سيميوليشن ل ديجيتال كوميونيكيشن سيستم، بسيميوليت مثلا بي بي اس كي ولا كيو بي اس كي وبشوف الايرور بروبابيلتي والاقي عند سيرتن بوينت الايرور بروبابيلتي ب 0.6، لا ما هي دي مش منطقيه. هو الاقصى ايرور بروبابيلتي هو ال 0.5، لان اكشولي النص ده من الكيرف هو النص دوت صح؟ فيبقى انا الايرور بروبابيلتي بتاعتي دايما ماكس الماكسيمم بتاعها عند الزيرو، وعشان كده سوري عند الهاف. عشان كده دايما كان لما كنا نيجي نحسب ايرور بروبابيلتي لباينري سيستم كانت تطلع نص ايرفك اوف كذا، او بيزد يعني از ا فانكشن اوف الايرفك فانكشن، ايرور فانكشن كومبلمنتري او الكيو فانكشن، ما هي الايرفك ديت الماكسيمم بتاعها واحد، يبقى الايرور بروبابيلتي الماكسيمم بتاعها نص.